السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبنا؟ اخباركم ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. الله يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مسا. ان شاء الله انا راجع لكم بفيديو جميل، فيديو صيد بالغلة. اغلبية السمك اللي هتشوفوه ان شاء الله سردين وبولتي كويس. طبعا تحياتي لاخونا وحبيبنا عم عادل حامد، استاذ جمال خرشت، طارق متولي، عم يسر الشريق، وتحياتي لأجمل رحالة في الدنيا محمد السيد وأستاذ وائل وتامر البناوي ونبيل بسيوني، أحلى رحالة. يلا بينا نشوف الفيديو إن شاء الله، خليكم معنا. السمكة اللي واخداها ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، الله يبارك. حلاوة المجلوز، حلاوتك يا مجلوز يا كريم يا رب. اوبا، رجلي نملت يا كريم يا رب. اوبا 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 اوبا، والله صلاة النبي. نوري لكم بقى السمك ده شكله عامل ازاي يا كريم يا رب يا رب، بس يكون باين. طبعا انتم تعرفوش اللي بيصور لوحده ده اللي بيحصل له. العده المستخدمه النهارده شباب ان شاء الله معانا عود شكسبير 3 متر، حاجه قديمه كده محترمه طريه، ومعانا خيط اساسي على المكنه 30، معانا رمال 25، معانا صنار 2 كراون، صنار حامي، طعم المستخدم طبعا غله. صلاه النبي صلاه النبي صلاه النبي، ما شاء الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. سمك عدل كله بسم الله ما شاء الله. يا الله يا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اخواتي وحبايبي، بعد السلام والتحيه وعرض العده المستخدمه، ندخل بقى في عنوان الفيديو بتاعنا اللي هو الطريقه الصحيحه لتصفير دور الغله وجذب السردين والراعي. الطريقه الصحيحه يا جماعه، اللي انا بنمسك الغله نفسها اللي انا محضرها للمرايه والتطعيم، بنندغ منها فاول بعد ما بنرمي المرايه مباشره، بنندغ من الغله ديت ونبدا نبخها في الدور مره واثنين لحد ما الدور يشتغل معايا. لو الدور وقف بنبدا ايه نبخ تاني، لو ما وقفش بنفضل صياد على كده ونحمد ايه ونحمد ربنا. طبعا اخويا وسيف اجتهد في موضوع الازازه والعلف، ولكن انا بوجهه نظري ان دي الطريقه الصحيحه للتصفير لدور الايه لدور الغله، دي اللي احنا اتعلمناها من 30 سنه. خليكم معانا ان شاء الله الفيديو هيجي. اضرب ما تضربش، اضرب ما تضربش، اضرب تضربش، اضرب 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 سردين. مبدئيا كده يا جماعه، اللقطه اللي جايه ديت دي حربايه كده لقيتها معديه من جنب مني، هي فيها حوالي ربع متر، شايفينها الخضره ديت اللي بتتحرك دي، حوالي ربع متر. انا مش عارف البتاع ديت خطره ولا ايه، ما نعرفش عنها حاجه بصراحه. فيا ريت بعد اذنكم بالله، قبل برضو ما نخش في تفاصيل الفيديو الجميله دي، اللي يعرف حاجه عن الحربايه يقول لنا هل هي خطره، سامه، مضره، ايه الضرر بتاعها، ايه كده يعني، بالله عليكم اللي يعرف حاجه يقولها لنا. تمام، هنبدا نقول لكم بقى حاجات تانية ان شاء الله عن سمك السردين والسير، لان السمك ده اختفى في اغلب الميات. خليكم معانا. بصوا يا جماعه، انا برايي ان السمك ده الميات اللي اختفى فيها فاختفى بسبب الكهرباء وبسبب الماده اللي هي السنيور دي. طب هل الميات اللي هي موجود فيها دي، هل الميه دي كويسه؟ ايه رايكم يا شباب؟ يا كريم يا رب. السمك اهو يا جماعه على المكنه اهي، السمك على المكنة اهي، حجمها على المكنة اهيت اهي، على البركة اهي. اصبري بقى، اي ماشي، حلو حلو، يلا يلا خير. طبعا يا جماعة انا ضد ان انا نسمع ان في ما شغالة ونروح عليه. الناس اللي هي دايما بتسأل الحتة المكان الفلاني شغال المكان، لا لا، انا ما انا ضد الموضوع ده خالص. طبعا هي ارزاق بيد الله، والسعي حلو والسؤال حلو برضه، ولكن انا ضد الموضوع ده. فالفيديو اللي فات الناس الحبايبنا اللي متابعانا، اخدت انا صاحبي هاني السعيد وقعدنا نلف كده ناحيه اول النبريه كده، مدينه الخطاطبه او مركز بدر او كوم حماده، يعني طريق الخطاطبه مركز بدر كوم حماده اول النبريه. فالحمد لله رب العالمين وصلت للمكان اللي انا فيه ده. ده انا لسه منظفه، كان فيه شويه بوس كده وبتاع، نظفته ونزل طريه غله طريه. يا جماعه الغله الطريه دي طعم ممتاز جدا لسمك الراي والسردين، وعشان كده انا دخلت كميه سردين جامده. بالنسبه للسردين بقى
هنقول برضو احنا عايزين نقول ايه عنه. خليكم معانا. السمكة ضربت وكانت معلقة على في صبعي. طبعا برضه شباب احنا كلنا بنتعلم من بعض. السمكة ديت صغيرة كف، هو في سمك كبير ان شاء الله يعني. طب السمكة دي بنقول ان هي كف بس بتشد شد جامد، ده يدل عن ايه؟ اللي عنده برضه تعليق يقول لنا. صلاة النبي. صلاة تمام يا شباب، النبي على البركة، على البركة يا كريم يا رب. لا لا لا، اهدي 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 اهو يا جماعه. والله والله ما انا مزعلكم، لازم نوري لكم حجم السمك حبايبنا يا شباب. بينا كده رميه حلوه من اولها كده يا رب. عايزين يا رب حاجه حلوه كده من اللي كانت بتطلع كده من غير ما تصور. يا الله ادلم كلتيها وسبتيها، يبقى ايه؟ يبقى الله اعلم بيكي. لا والله حلو، حلوه والله حلوه اهي، حلو والله، مقاس زي الفل. ماله ده، ماله ده، ماله ده المبطرخ ده؟ شوفي صلاه النبي. صلي صلي يا صلاة النبي. كبرت وحلوت اهي، كبرت وحلوت اهي والله على ايدينا برضه اهي. احنا ما بنغشوش يا جدعان، احنا نحب نحدد مقاس السمك. خليكم معانا. طبعا اخواتنا حبايبنا، احنا اول ما عطرنا في المية ديت، المية ديت مساحتها حوالي 15 متر تقريبا يعني. فأنا من بص لقيت فيها بوس كتير زي ما انتم ما بيبان معاكم كده، ولقيت الورق بتاع البوس دوت متنتف كده مشدود، فاتأكدت ان المية ديت كلها سمك بإذن الله، وكنت متأكد طبعا ان هي عايزة ريمة. فأنا لفيت على ريمة ما لقيتش، جبت ايه؟ جبت حشيشة. تمام طبعا. ايه الحشيشة دي يا جماعة؟ اللي هي النصيلة، عارفينها اللي هي بتطلع في الأرض دي زي الكام عود اللي هم قدام مني ده. فجبت والله وقلت نشتغل بيها، فرميت الغله، الغله خدتني، ما عرفتش اتبرجلت، ما عرفتش نشتغل بالحشيشه والله. مش عارف نجهز والله دور، مش عارف نجهز العود بتاع الحشيشه. جبت الحشيش معايا ومش عارف نجهزه، بس الله كريم، احتمال نديها علفه كمان شويه كده ونيجي ايه شغال شويه بالحشيش عشان ما نبقاش جبتها على الفاضي كده. صلاه النبي. سردين برضو تاني اهو، ده تالت بقى ده ولا رابع. اخواتنا وحبايبنا، السمكه دي اسمها ايه؟ دي احنا عندنا في دمنهور بنقول عليها سير او سردين، تحت اسم السردين. سمكه جميله جدا، لحمتها جميله خالص ممتازه، وبيبقى في قلبها حاجه كده زي البطروخ، ما انا مش عارف هو بطروخ ولا كبده. فبالله عليكم اللي يعرفها ياكد لنا على اسمها. السمكه دي اسمها يا شباب سردين تاني اهو. طبعا يا شباب برضو في معلومة حلوة خالص عايز نقولها لكم. الطريقة الصحيحة لتصفير الغلة، الطريقة الصحيحة لتصفير دور الغلة. في ناس اجتهدت كتير زي اخويا سيف، ابو سيف مدمن سيت، هنسيب الرابط بتاع قناته ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديو بتاعنا. اجتهد عامل الازازة ديت والعلف، ودي فكرة جميلة. وانا عن نفسي كنت بنعمل عجينة كده مخلط ما بين العلف برضه وما بين الردة، دي برضه حلوة. ولكن بصراحة الطريقة الصحيحة لتصفير دور الغلة هي ان انت بتمسك شوية غلة تندغهم وتبخهم في المية، تندخ كده شوية الغلة دي من غير ما تاكلها طبعا، تندخها بسنانك كده وتيجي نافخ كده مرة واحدة مزفر بيهم المية. هنبقى نوريها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. انا كنت اعملها في الفيديو ده بس الفيديوهات كترت عليا وانا محتار في الدمج نقدم لكم احلى ما عندي، خايف فهنقدمها لكم في فيديو تاني ان شاء الله. وده برضه سردين تاني اهو، سردينة حلوة برضه. شفت عفرة على الجنب الشمال ده؟ هننزل النازلة دي كده على الله، تكون حتة مقلوظة كده، تمتعني في الأكل وتمتعكم في المشاهدة.
في عفرة في الأرض، في سمك بيفحر في الأرض. الله ما يخيب ظننا. يلا يا حلو، مش عارف شايفين الفيلا ولا لأ؟ مش مهم انتوا تشوفوا، أنا شايف يعني. بس غمز برضو زي غمز السردين. إن شاء الله بينا بقى ولا إيه؟ يلا بينا سردين برضو بإذن الله. ومشيتوا كده يا جماعة، نراجع كل الكلام اللي احنا قلناه في الفيديو. قلنا اتكلمنا عن السردين، قلنا ان هو لحمه طيب، وبيبقى كل تقريبا كل قطعة فيها بيبقى فيها حاجة كده زي البطروخ او الكبدة. اللي يعرفها يقول لنا ايه هي. الحاجة اللي انا نسيت نقولها لكم، ان انا لما جيت نرمي غلة رميت في حوالي كوبشة ايدي كده او كوبشة ونص، رشرشت على مدار متر كده، لان انا اول مره نقعد على الضوء، فعشان نعمل حساب نزفر كويس ونجمع سمك. وربنا كرمني قدرت ندخل سمكه، وانا كنت قاعد هنا الاسبوع اللي فات، فقلت نجرب المره دي. لو ما كنتش خدت سمك كبير النهارده ما كنتش هنقعد على الميه تاني، كنت هنتخيل ان هي كلها خنين. ولكن الميه بشرت معايا خير، وان شاء الله هنعمل لكم فيديوهات عليها جميله خالص. انتظرونا ان شاء الله الفيديو القادم، هيبقى على نفس الدور باذن الله، وهيكون معايا مصور. ربنا قدرنا ونقدر نعمل لكم ايه حاجه حلوه. دي نهايه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.